أهلا وسهلا فيكم في البث المباشر الثالث. أنا الحنان ميلر هون من القدس. أنا اليوم مبسوط جدا لأنه الإعلام الإسرائيلي أخيرا صار يهتم بمشروع أهل الكتاب، وهذا الأسبوع تم نشر مقالة طويلة جدا معي، مقابلة معي على صفحة واينت يلي هي جريدة إلكترونية، وكان هناك فيما بعد اهتمام كبير واستضافوني مرتين في استوديوهات هنا في إسرائيل وأعطوني الفرصة لأتكلم عن المشروع، وهناك اهتمام كبير معظمه إيجابي جدا، فإن شاء الله نقدر نكمل المشوار ونكسب كمان اهتمام الإعلام العربي أيضا إن شاء الله. اليوم كان بدي أحكي عن فقرة أو عن الحلقة التي نقرأها غدا في الكنيسة عندنا. كما قلت الأسبوع الماضي نحن نقرأ سفر الخروج حاليا في الكنيسة، وسفر الخروج يعالج أو يعالج قصة سيدنا موسى عليه السلام وحديثه أو حكي مع فرعون، وهي قصص مشتركة موجودة سواء في التوراة أو في العهد الجديد أو البايبل المسيحي، وطبعا كمان أيضا في القرآن الكريم، وهناك تشابه كبير حبيت أن أحكي عنها ومنشوف القسم المشترك بين الديانات. يعني حلقة هذا الأسبوع أو قصة فرعون وموسى بشكل عام تتحدث عن الشخصية الاستبدادية أو عن الزعيم الاستبدادي، وهناك باعتقادي عبرة مهمة جدا لنا جميعا في عالمنا اليوم. للأسف هناك شخصيات أو زعماء مستبدين استبداديين كتير، والكتب المقدسة تتحدث عنها وتفسرها بشكل معين. فحبيت أول شيء أقرأ آخر فصل أو chapter 9 فصل 9 من سفر الخروج، وفي آخر السفر نقرأ: فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب، فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض، ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلط قلبه، أغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. هناك تقريبا نفس القصة في سورة الأعراف آية 31، هناك مكتوب، لحظة: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آية مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى
أدع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمات رب الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهناك طبعا أسئلة كبيرة عن ليش يعني كان فرعون عنيد لهالدرجة، وليش ربنا خلاه عنيد، وليش عذب القوم كله. وهذه أسئلة يسألها المفسرون عندنا، ولكن نسمع كل مرة يعني فرعون شاف المعجزات، شاف يد الرب، ولكن مع ذلك كل مرة تراجع عن إيمانه في الرب وعاد يعذب الشعب أو القوم. ولكن هناك آيات أقسى، أعتقد أكثر قاسية، وتسلط الضوء أعتقد على الشخصية الاستبدادية، ويعالج أيضا موضوع المسؤولية، مسؤولية الشعب لزعامة الزعيم. يعني إحنا مرات نلقي أو نلوم الزعيم فقط المستبد، أو نقول لا بس الزعيم هيك والشعب بريء منه. لا، هناك في سورة الزخرف آية 50، آية 51: ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فرعون في هذه القصة يحرض شعبه على بني إسرائيل وعلى القوم المستضعفين في القصة، ولكن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق فرعون، وإنما على عاتق القوم أيضا، القوم الذي قبل كلامه الذي أطاعه. والعذاب والمعاقبة أو العقاب تأتي ليس فقط للطاغية أو للمستبد، وإنما للشعب أيضا. هذا يلقننا درس مهم أعتقد أيضا، إنه مش ممكن نلوم فقط الزعيم، ولكن هناك مسؤولية جماعية لكل شعب على القيادة التي يقبلها. ويعني مش ممكن نتبرع عن الزعيم أو القائد اللي نختاره، والمسؤولية كل واحد منا مسؤول عن حياته وعن شعبه وعن مجتمعه. وهذه أعتقد الدرس، هذا الدرس اللي الكتاب أو الكتب المقدسة تريد أن تعطينا. خلينا نشوف إذا في أسئلة جديدة اليوم.
لحد هلا. أوكي، سؤال، ممكن تشرح مدة اليهود لا دينيين أو ملحدين، وفي نفس الوقت في يهود كيف يعني الدين يعتبر يهود ملحدين أو مش مؤمنين. هناك مبدأ في اليهودية يقول اليهودي أو واحد من بني إسرائيل حتى لو خطئ أو عصى ربه هو بظل يهودي أو بظل من بني إسرائيل. يعني موضوع الردة أو التخلي عن الدين مش موجود عندنا. نحن نؤمن إنه الرب يعاقب الفاسق، وهناك خطايا، ويعني كل واحد يعاقب على ما عمله، ولكن في نفس الوقت هو يظل داخل المجتمع، داخل الدين، والردة مش موجودة. لماذا يظهر على وجهك الخوف والارتباك عندما تكون على المباشر مع المسلمين؟ هل السبب راجع إنك إلى تخوف من مواجهة المسلمين بإظهار الدين اليهودي كدين سلمي، أو إنك تفكر دائما في الخلفية العدائية بين اليهود والمسلمين؟ أنا لا أرى خوف على وجهي، بالعكس أنا اخترت أن أتكلم بالعربية وأخاطب المسلمين والعرب سواء أينما كانوا في العالم، وأرحب بكل أسئلة صعبة كانت أو سهلة. إذا فيش أسئلة إضافية، سألوني سابقا في فيسبوك عن موضوع الأضحيات، وهل نضحي وهل نعطي جزء من الأضحية للفقراء والمساكين؟ والجواب إنه هناك عشر، هي يعني نحن لسه نضع عشر من الحصيلة الزراعية على جنب، ونحن طبعا هناك موضوع ومبدأ الصدقة في الديانة اليهودية، ولكن نزكي كمان عشر من الحصيلة الزراعية، ولكن لما عند ذبح اللحم نحن لا نضع على جنب أي جزء من اللحم. أضحيات بالمعنى الطقوسي أو بمعنى قربان مش موجودة منذ خراب الهيكل قبل 2000 سنة. شو رأيك بموضوع فلسطين والاحتلال الصهيوني؟ أنا لا أدخل هنا المواضيع السياسية، لا أريد أن أتطرق لمواضيع سياسية، مع إني إسرائيلي وعندي طبعا آراء بالموضوع. هل يؤمن اليهود بأن المسيح في الديانة المسيحية هو المسيح الموعود في الديانة اليهودية؟ وسؤال آخر، هل هناك تقارب بين صلاة في اليهودية والإسلام؟ أولا، اليهودية تؤمن بمبدأ المسيح، بمعنى أنه في يوم من الأيام في المستقبل سيأتي مسيح. نحن نعتقد أنه سيأتي من بيت الملك داود أو السيد داود عليه الصلاة والسلام، وهو يقود شعبنا ويؤدي إلى فترة جديدة في التاريخ، فترة سلام عالمي يمكن فيها كما يقول الحاخام الكبير موسى بن ميمون أن يكون هناك سلام عالمي، ويمكن كلنا أن ندرس التوراة والدين بدون خوف وبدون قلق وبدون حروب. نحن لا نؤمن لا بعيسى ولا بأي مسيح بشري كان في التاريخ. نحن نؤمن إنه المسيح سيكون قائد معين، ولا نعلم هويته المحددة.
أعتقد إنه والسؤال كمان عن الصلاة في اليهودية والإسلام. أنا حددت أو حكيت كثير في الفيلم اللي فات، في الفيلم السابق، عن الصلاة في اليهودية والإسلام. طبعا الفيلم لم يشمل كل المواضيع، هناك تفاصيل كثيرة لم أتطرق إليها، ولكن طبعا هناك تشابه كبير. نحن نصلي 3 مرات في اليوم، المسلمين يصلون 5 مرات، ولكن نطهر أنفسنا، نغسل يدينا قبل الصلاة، نذكر اسم الله في الصلاة، التوحيد، الالتزام بوصايا ربنا. فهناك طبعا القبلة أو اتجاه الصلاة باتجاه معين، نحن باتجاه القدس والمسلمين باتجاه مكة، وهناك تفاصيل إضافية كثيرة لم أدخل فيها. هل هناك دليل علمي وجود شخصية موسى، لوجود شخصية موسى؟ وهل يؤمن اليهود أيضا بأنه شق البحر بعصاه؟ على ما أعرف ليس هناك دليل علمي على وجود موسى. علماء الآثار لم يجدوا أي أثر لموسى، ولكن نحن كمؤمنين نقرأ قصص الأنبياء والقصص الموجودة في التوراة، وناخذ منها عبرة ونستخلص منها يعني التصرفات والأخلاق المهمة لحياتنا كمؤمنين. هل يعني أنكم تؤمنون فقط بأن إسرائيل هي البداية والختام للرسالات السماوية؟ أنا لا أعرف بالضبط شو يعني الرسالة السماوية. يعني في التوراة أو في الديانة اليهودية، بنو إسرائيل استلموا التوراة في جبل سيناء في فترة معينة في التاريخ من ربنا، اللي حكى معهم بشكل مباشر وتكلم مع موسى بشكل مباشر. ولكن أنا اليوم لا أعرف كيف يمكن لإشي اسمه إله أن يتكلم وإنه نسمع صوت معين، لأنه كل هذا تجسيد لله. فالالتهام الروحي أو النبوة، موضوع النبوة، أنا لا أعرف كيف بالضبط بيتم. أنا لم أستلم أو أقبل نبوة في حياتي، ولكن باعتقادي كل شعوب العالم أو كل المؤمنين في العالم هم في نفس المستوى. ليس هناك شعب معين أرقى من شعب آخر أو محبوب أكثر من شعب ثاني. نحن لدينا التوراة، استلمناها، قبلناها في فترة معينة من التاريخ. المسلمين عندهم كتابه المقدس، والمسيحيين عندهم كمان كتابه المقدس، وكل واحد في دينه، ما دام احترم الديانات الثانية، اقترب من ربنا، عمل الخيرات. أنا لا يمكن أن أحكم من هي الديانة الصحيحة، هل هناك ديانة صحيحة؟ أنا لا أقبل مبدأ إنه الإلهام أو إنه حب الله يأتي فقط لشعب معين، وأنا لا أعتقد أن اليهودية تؤمن بذلك، وإنما كل شعب أو كل دين له طرق معينة للعبادة وللتقرب من الله. وصلنا إلى 20 دقيقة في هذا البث. أنا آمل إنه ممكن نكمل الشرح وآخذ أسئلتكم فيما بعد في هذا الأسبوع، وإن شاء الله سأراكم وأرى أسئلتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكما نقول عندنا في اليهودية، شبات شالوم، سبت سلام، ونهاية أسبوع مريحة
وحي الوالي الجميع. مع السلامة.